بنتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة بالجلسة اللي بتعقدها اليوم لجنة أولويات الاستثمار العام، والمزيد من التفاصيل معنا سيادة النائب حازم الجندي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك سيادة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك حضرتك. كانت إيه أبرز المقترحات اللي كانت في الجلسة حول دعم الاستثمار في مصر؟ قبل ما أتكلم على الجلسة لازم أتوجه بالشكر والتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن خلق الحالة اللي إحنا فيها دي، حالة الحوار الوطني، إن هي تكون بداية للجمهورية الجديدة، وحطها بين قوسين مساحات مشتركة عشان كل أطياف الشعب تشترك فيها، كل واحد يدلي بدلو، كل واحد يقول مقترحاته وحلول بحيث نوصل في الآخر لصيغة لحاجة أفضل لمصر. بالنسبة لجلسة النهاردة خاصة بالاستثمار كانت جلسة مفيدة جدا، وفيها آراء كثيرة مختلفة من كافة الأطياف السياسية. أنا كلمت فيها في محور مهم قوي، الاستثمار والمستثمرين. أنا شايف أن المستثمر الأجنبي عمره ما هيجي مصر إلا إذا كان في نجاح للمستثمر المصري الأول، فلازم أشجع المستثمر المصري الأول علشان نجاحه هيبقى سبب في جذب الاستثمار الأجنبي. الاستثمار أو المستثمر كل اللي يهمه الوقت، وزي ما بيقولوا money is time is money، فأهم حاجة الوقت. ما ينفعش أي مستثمر سواء كان مصري أو أجنبي ضيع له سنة سنة ونص في تراخيص وإجراءات ملوش لها. أنا عايزه اللي يجي النهاردة ينتج ويحط مكانه ويشتغل ويصنع ويشغل أيدي عاملة والكلام ده، عشان يبقى في مردود للدولة وفي مردود على العمالة اللي بتشتغل، ونرفع الحالة الاقتصادية في البلد. المستثمر لازم يتم جذبه بطريقة مختلفة بأفكار خارج الصندوق، عشان حوالينا مناطق كتير قوي بتحاول تجذب المستثمر. مصر ليها اللي تابعنا ده في القرارات يعني المتوالية في الفترة الأخيرة لجذب المستثمر الأجنبي، وكمان عدد من القرارات لدعم المستثمر المحلي. ده كلام صح قوي ولازم أحطه في الاعتبار. أنا قرار طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة بتكون بتختص بالمشاريع والقوانين اللي بتختص بالاستثمار. ده كلام، دي كلها قرارات كويسة قوي. ويا جماعة موقع مصر الجغرافي متميز، احنا بيننا وبين اي اقرب مينا في اوروبا 36 ساعة، فسهل قوي تصدير، وانت بوابة لاوروبا انك تدخليها كل المنتجات. ان اوروبا عانت في الفترة اللي فاتت في سلاسل الامداد، فاحنا ممكن نكون البديل لسلاسل الامداد دي من مصر. انا بركز كمان برضو ان احنا نعمل استثمار في التصنيع الزراعي. النهاردة انا بنتج مثلا على سبيل المثال مثلا في توشكا عندي زراعات ذرة وزراعة كثيفة وزراعات عباد الشمس، اعمل مصانع زيوت هناك، ليه انقلها خام وانا ممكن اصنعها واحط عليها قيمه مضافه، بحيث يبقى الفاقد عندي يبقى انا اخذته مكسب. على سبيل المثال تاني الطماطم، ليه ما اصنعهاش اعملها صلصه، اعمل مجمعات لانتاج الطماطم كبيره واعمل جنبيها مصنع، يبقى كل ده هصدره، خصوصا انها مطلوبه في اوروبا الفتره اللي فاتت قوي طماطم. لازم كمان اوفر للمستثمر بيئه تشريعيه ثابته. النهارده المستثمر سواء كان المصري او الاجنبي بيحط في دراسه الجدوى التشريعات الضريبيه، فلازم تبقى ثابته، ما اقدرش كل شويه ميبقاش عارف ايه عشان يحطها له ثابته اثبت له التشريعات الضريبيه، يقدر يعمل حسابات الجدوى بتاعته صح، دراسات الجدوى بتاعته صح، بالتالي عشان يقدر يشوف هو هيكسب ولا مش هيكسب. وبعدين انا ممكن اعمل تحفيز للمستثمرين، تعالى اعمل لي مشروعات معينه انا كدوله مطلوبها، هديك اعفاء ضريبي لمده 5 سنين، اديك ارض ببلاش لمدة 5 سنين وبعد كده نتحاسب عليها. يعني ممكن أعمل محفزات حسب أنا عايز إيه. سيادة النائب حازم الجندي شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.